السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حل مسائل تطبيق التين جيم العجلي المرحلة دي. المطلوب وصف السرعة والعجلة. لننظر إلى الشكل البياني نلاحظ أن السرعة تبدأ ب 15 ثم 15 ثم 0. إذا لدينا 3 مراحل. المرحلة الأولى من 0 إلى 3 هي المرحلة الأولى، من 3 إلى 6 عندنا المرحلة الثانية. إذا بنقسم الخط البياني لمرحلتين. المرحلة الأولى السرعة، السرعة ثابتة المقدار، يعني في الزمن 0 السرعة 15، في الزمن 3 السرعة أيضا 15. إذا السرعة ثابتة المقدار. في هالحالة هذه العجلة تساوي الصفر، لأن ما عندنا تغير في السرعة. التغير في السرعة في هذه الحالة يساوي الصفر، لأن السرعة ثابتة المقدار. نجي للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية بنراقب عندنا السرعة كانت 15. إذا في المرحلة الثانية السرعة تناقصت من 15 إلى الصفر خلال الفترة الزمنية من 3 إلى 6 ثانية. نجي للعجلة. العجلة بما أن السرعة تناقصت، إذا العجلة تباطؤ. بما أن السرعة تناقصت في الاتجاه الموجب، إذا حتكون العجلة في الاتجاه السالب، يعني في الاتجاه المعاكس للسرعة. مقدار ثابت، ذات مقدار ثابت. ليش؟ لأنه المنحنى البياني عبارة عن خط مستقيم، وميل الخط المستقيم دائما ثابت. هذا هو الميل. إذا بنكون نحن وصفنا العجل، لكن ممكن نحن نرسم الحركة بالشكل التالي. نرسم خط للوضوح أكثر. في البداية السرعة كانت 15، في الزمن 0. بعد 3 ثواني السرعة 15، بعد 3 ثانية كانت السرعة 15، بعد 3 ثانية أخرى السرعة كانت 0. إذا المرحلة هذه تمثل المرحلة الأولى، وهذه تمثل المرحلة الثانية. المرحلة هنا بنلاحظ السرعة 15 و15، معناتها بقت السرعة ثابتة. المرحلة الثانية السرعة كانت 15 ثم أصبحت صفر، يعني توقفت السيارة. إذا صار عندنا تناقص في السرعة، لذلك العجلة هنا أنها عجلة تباطؤ، واتجاهها في الاتجاه السالب. هذا اتجاه سالب وهذا بالاتجاه الموجب. وممكن نحن نحسب العجلة. نقول العجلة بالمرحلة طبعا الثانية تساوي للتغير في السرعة على التغير في الزمن تساوي للسرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي، وتساوي السرعة النهائية صفر ناقص السرعة الابتدائية كانت 15، الزمن 6 ناقص 3، إذا هذه 6، الجواب كان ناقص 5. 5 هو مقدار السرعة والسالب اتجاه العجلة. نكون خلصنا بهالطريقة هي توضيح ووصف العجلة ووصف السرعة. بتمنى تكونوا استفدتوا وتعيدوها لحالكم مشان تقدروا تستفادوا منها.